مصر السادسة عالميا في خدمات التكنولوجيا. مصر الحقيقة الفترة اللي فاتت في غضون السنتين اللي فاتوا بزغ نجمها بشكل واضح بخدمات تكنولوجيا المعلومات. التقارير الدولية الحديثة منها تقرير اي تي كيرني اللي بيعدد المواقع الموفرة لخدمات التعهيب بالعالم، أكد أن مصر حصل على المركز السادس عالميا في خدمات تكنولوجيا المعلومات، ده تقدم حوالي 7 مراكز عن سنة 2007. تقرير جارتنر لأبرز 30 موقع موفرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات برضو أكد أن مصر من ضمن أفضل المواقع الموفرة لخدمات التعهيد بالعالم. طبعا ده بيبقى استنادا للمقاومات التنافسية المصرية في قطاع خدمات التعهيد وخدمات المراكز المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات. المقاومات المصرية طبعا بتتلخص في التكلفة التنافسية مقارنة بالدول المنافسة بتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وفرة المحترفين والمهارات والكفاءات، التعدد اللغوي اللي بيميز مصر بشكل مهم عن بقية المواقع الأخرى، طبعا في الدعم الحكومي المتميز اللي بتقدمه الحكومة المصرية للقطاع وللمستثمرين الدوليين اللي بيجوا بيستثمروا بالقطاع بتكنولوجيا المعلومات في مصر. في عندنا الموقع الجغرافي المتميز اللي بيسمح للشركات العالمية انها تخدم كافة المواقع الجغرافية انطلاقا من مصر. احنا معانا 10 شركات مصرية بتتنوع اختصاصاتها ما بين الموبايل ابليكيشنز. في عندنا الابليكيشن مانجمنت، في الانفراستراكشر مانجمنت، ريموت انفراستراكشر مانجمنت، في بالنسبه لخدمات التوقيع الالكتروني، في بالنسبه لخدمات السوفت وير ديفلوبمنت. احنا عندنا مايكروسوفت، عندنا اورنج، عندنا فودافون، عندنا اس كيو اس، عندنا تيلي بيرفورمانس، عندنا فاليو. فاليو واحده من الشركات المهمه لانها بتتخصص بالسوفت وير، امبيدد سوفت وير لصناعه السيارات. عندنا اس كيو اس، دي الشركه الاولى في اوروبا، هي شركه المانيه بالاساس وهي الشركه الاولى في اوروبا بالنسبه لاختبار جوده البرمجيات. عندنا تيلي بيرفورمانس، دي شركه نمره واحد في العالم تقريبا في تخصص في قطاع الكول سنترز. عندنا ستريم جلوبال سيرفيسز، دي شركه امريكيه. الحقيقه احنا علاقتنا بالعالم العربي خاصه الدول اللي بتقدم نفس الخدمات، احنا يعني المفروض ان احنا يبقى في علاقه تكامليه. يعني بنضرب مثل، بالنسبه مثلا للشركات الهنديه المستثمره بمصر، احنا عندنا شركات، مجموعه من الشركات الهنديه المستثمره بمصر من كبريات الشركات. طبعا ده غير الشركات الهنديه اللي بتساعدنا في عمليات تدريب المحترفين. يعني احنا عندنا برنامج، احنا بندرب الاولاد داخل الجامعه على الالتحاق بسوق العمل من خلال امدادهم بحزم المهارات الاساسيه اللازمه للالتحاق بسوق العمل في تكنولوجيا المعلومات. فالشركات الهندية بتخدم على عملائها في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من مصر استعمالا باللغة العربية اللي متوفرة لدى المحترفين المصريين، وبتشتغل بيها وبتوفر السيرفيسز بتاعتها للعملاء في منطقة الخليج انطلاقا من مصر. فالحقيقة هو في تكامل بشكل ما بين مصر والدول العربية في هذه النقطة. الموقع الإلكتروني www.etida.gov.eg.